حالا. فبس ممكن نبدا معاكم من الاول خالص القصه لو تسمحوا لنا يعني، ونعرف اصلا سبب الاصابه. لو هبدا بيك يا احمد. انا طبعا في البدايه كنت انسان عادي جدا بمارس حياتي طبيعي جدا، واثناء شغلي حصل لي حادثه ادت لفقد طرف رجلي الشمال، حصل لي بتر في رجلي الشمال. انا كان في دماغي ان خلاص انا كده حياتي اتدمرت، مش هقدر اقف على رجلي تاني. وفي الفتره دي طبعا كنت خاطب، فحصل ان انا قلت لخطيبتي لا خلاص كده مش هنكمل، ومش هقدر بقى ان انا افتح بيت واعمل اسره والكلام ده كله. طب هي ما كانتش موافقه يعني؟ لا بالعكس والله، ما انا لسه دورها جاي طبعا. هي رفضت ان هي تسيبني وكملت معايا للنهايه وكده، واتجوزنا وخلفنا وكده. ما شاء الله. وبالنسبه طبعا للكره، انا من عشاق الكره طبعا، ما فيش حد ما بيعشقش الكره. صحيح. فكنت بلعب، وقبل كده كنت مقدم في نادي في المنيا، وخلاص تم اختياره والموضوع كان تمام. بس طبعا بعد الحادثه فقدت ان انا العب كره تاني، ركبت طرف صناعي وابتديت اقف على رجلي واكمل شغلي واقف تاني واتجوز واخلف والكلام ده كله. بس طبعا حبيت ان انا اجرب ان انا العب كوره مع اولادي، ففي فتره كده بشوط الكوره بالطرف الصناعي، فالعمليه ابتدت تفتح مني، حصل لي اصابه. فخلاص انا كده فقدت الامل ان انا اقدر العب كوره تاني وامارس كوره تاني. فبعد كده حتى ما كنتش بتابع كوره، عملت لي خلاص حاله نفسيه ان انا خلاص ما كل ما اشوف كوره افتكر ان انا لو شطت كوره خلاص هيحصل لي مشكله ويحصل لي اصابه. ففي وقت كده قاعد ماسك الفيس طبعا زي اي حد بقلب وكده، فلقيت الكابتن محمود عبده، طبعا هو اللي مؤسس الكوره هنا في مصر. لقيته عامل شقلباش شهير كده، كان في ماتش كنا صعدنا تقريبا ان احنا دخلنا كاس عالم. فتواصلت معاه ولقيته بيلعب وكده، فبقول له حضرتك هو ازاي في لعبه مسمينه الراقص بالعكاز؟ الراقص بالعكاز طبعا مشهور جدا، ودلوقتي هو محترف في تركيا بيلعب في نادي في تركيا. فتواصلت معاه قلت له يا كابتن انتوا ازاي بتلعبوا برجل واحده وكده؟ قال لي طب تعالى وممكن، رحب بيا جدا وتعالى وجرب وكده. فجبت لبس رياضي وجبت كوتشي وابتديت ان اروح. طبعا كان وزني من القعده وان انا ما بتحركش كان وزني زياده جدا، ابتديت اقلل وزني. المهم رحت وابتديت العب معاهم. في البدايه اشوط الكره مثلا الاقي نفسي وقعت، مش عارف هجري ازاي، اتحرك بعكاز واجري برجل واحده ازاي، هيبقى عندي ارتكاز انطق كوره والكلام ده كله. فالموضوع كان صعب معايا جدا. فروحت اول تمرينه فقلت له معلش انا مش هقدر اكمل وكده. قال لي لا ما بقاش عندك كده، لازم يبقى عندك روح وكده. ابتديت برضه اكمل، ومع التمرين نزلت وزني وابتديت اكمل معاهم. لقيتهم كلهم ما شاء الله بيتعاملوا اخوات وبيساعدوا بعض وبيحبوا بعض في اللعب، ولقيت فيهم مواهب ما شاء الله. وابتدينا بعد كده اول ما اتمرنت معاهم ولعبت معاهم، لقيت نفسي بعد ما كنت مش عارف اشوط كوره بقى على وشي واجي اتحرك مش قادر. الموضوع بقى سهل بقى النهارده، الموضوع يعني بقى مع الممارسه. ابتديت بعد كده اتابع معاهم. النهارده بنفتح سبرنتات، يعني لو في حد مثلا سوي، انا اسف يعني في ان انا اقول سوي او حد، بنتحدى مثلا لو في حد زميلي مثلا بلعب معاهم، يمكن كان في صوره اتعرضت، زمايلي الاسوياء دايما في شغلي بيبقى داعم ليا على طول، ومثلا بنحجز ملعب نأجره ونلعب، فبلعب معاهم وبيعملوا احتكاك معايا وبيوقعوني وكده. هو عايز يلعب كوره هو كده، فبيعلموني برضه بتعلم منهم. النهارده ساعات بتحدى مثلا اي حد سوي عنده رجلين يقدر يجري بيهم، افتح قصاده سبرنت ساعات اعديه. لا بص احنا يبقى في تحدي. هنتكلم في حته التحديات والنقله وفكره هنا انا من شخص حاسس ان دنيتي اتدمرت لشخص بالعكس انا واصل كل حاجه انا عايزها حتى لو ظروفي مش سابها. هنرجع